من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، الإمام الحسين عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وعن إخوتي وأخواتي والمؤمنين والمؤمنات، ونيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان، طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا شهيد ابن الشهيد، السلام عليك يا قتيل ابن القتيل، السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجتي على خلقه، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ورزقت بوالديك وجاهدت عدوك، وأشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب، وأنك حبيب الله وخليله ونجيبه وصفيه وابن صفيه، يا مولاي زرتك مشتاقا فكن لي شفيعا إلى الله يا سيدي، واستشفع لي إلى الله بجدك سيد النبيين وبأبيك سيد الوصيين وبأمك فاطمة سيدة نساء العالمين، ألا لعن الله قاتليك ولعن الله ظالميك ولعن الله سالبيك ومبغضيك من الأولين والآخرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، لعن الله قاتل
قاتليك ولعن الله ظالميك. إني أتقرب إلى الله بزيارتكم وبمحبتكم، وأبرأ إلى الله من أعدائكم. والسلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي العظيم، السلام عليك أيها العبد الصالح الزكي، أودعك شهادة مني لك تقربني إليك في يوم شفاعتك. أشهد أنك قتلت ولم تموت، بل برجاء حياتك حييت قلوب شيعتك، وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك. وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولم يهلك أبدا. وأشهد أن هذه التربة تربتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا المصرع مصرع بدنك. لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك. هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.